أهلا بكم مشاهدينا، هذه البانوراما الإخبارية الشاملة التي تأتيكم من النيل. نبدأ دائما بأهم العناوين. حجاج بيت الله الحرام يواصلون رمي الجمرات في ثاني أيام التشريق. قوات الجيش اليمني تتصدى لهجوم حوثي باتجاه منطقة يافع بمحافظة لحج. جلسة عامة اليوم لمجلس الشيوخ الإيطالي للبت في خلاف حول موعد التصويت على طلب سحب الثقة من الحكومة. أهلا بكم من جديد. يواصل حجاج بيت الله الحرام رمي الجمرات اليوم في ثاني أيام التشريق، وبيت ضيوف الرحمن في منى أيام التشريق الثلاث أو ليلتين فقط لمن أراد التعجل. ويتوجه بعدها الحاج إلى مكة المكرمة لأداء طواف الوداع ببيت الله الحرام. من جانبه قال الرئيس التنفيذي لبعثة الحج المصرية اللواء عمرو لطفي إن عملية تفويج الحجاج الذين حضروا من القاهرة إلى مكة مباشرة ستتم فور انتهاء أيام التشريق، حيث يمكثون بمكة 5 أيام تبدأ بعدها استعدادات عودتهم للقاهرة. أكد الدكتور محمد عبد العاطي رئيس البعثة المصرية للحج أن البعثة لم تواجه أي معوقات أثناء عملية تفويج الحجيج هذا العام. من جانبه أشار الدكتور عمرو قنديل المشرف على البعثة الطبية إلى وجود عيادات طبية ثابتة بمخيمات الحجاج بمشعر منى على مدار 24 ساعة لتقديم الرعاية الطبية اللازمة للحجاج المصريين. مع بداية أيام التشريق بدأ ضيوف الرحمن من الحجاج المصريين رمي الجمرات الثلاث الصغرى والوسطى والكبرى، ورغم الأعداد الهائلة من الحجاج التي شهدها جسر الجمرات إلا أن عملية التفويج شهدت إنسيابية مطلقة نظرا للإجراءات الميسرة التي اتخذتها السلطات السعودية من قبل رجال الأمن السعودي الذين انتشروا بطول الجسر منعا للتكدس، الأمر الذي مكن الجميع من رمي الجمرات وبخاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة. رمي جمرات ماشي الحمد لله بسهولة ويسر. السلطات السعودية الأمانة برضو هم عاملين مجهود كبير قوي، يعني يشكروا عليه في تسهيل كبير، حتى العساكر اللي في الشارع يعني متفاهمين جدا بيساعدوا الحجاج. الوضع الصحي في العموم معقول، في حالات أو حالة واحدة يعني عملت قلب مفتوح والحمد لله نجحت العملية وهو بخير. في حالات بتاعت غسيل كلوي وحالات بتاعت إشعاع ماشية الدنيا كويس. في حوالي يعني 30 حالة تقريبا في حالات حرجة، يعني المترددين على العيادات بالنهاردة وصل يعني عدى 45,000 متردد على العيادات، علاج بيصرف ليهم. المستشفيات السعودية عاملة مجهود كبير قوي معانا وفي تنسيق كبير معانا. كما وفرت السلطات السعودية فرق طوارئ طبية على طور الجسر لعمل الإسعافات الأولية للحجاج. نقدم خدمات طبية ما قبل المستشفى إلى الحجيج، وهذا شرف إننا نحن نقدم خدمة طبية صحية إلى حجاج بيت الله الحرام من مختلف دول العالم. ننقل الحالات الخطيرة إلى المستشفيات المجاورة والمراكز الصحية. فرحة غامرة انطابت الحجاج المصريين لما لمسوه من إجراءات ميسرة خلال أدائهم المناسك. حصل اللي احنا ببلدنا يعني مش في حتة غريب الحمد لله. خدمات حلوة والقوافل الطبية والخدمات ربنا يزيدهم ويبارك فيهم. إحساسي جميل والله، إحساس رائع، الواحد يعني مبسوط والله المنظر شايفه ده والله. ربنا يا رب يكتبها للناس كلها يا رب. لا يعني مش قادر أوصف لك، يعني فرحة ليس بعدها فرحة، وكنت أتمناها من 20 سنة. الأمور هنا الواحد اتبسط منها أوي، حتى في الجمرات حاجة تفرح والله، حاجة تفرح والحمد لله إن الواحد عايش اللحظة دي وربنا يكتبها للمسلمين كلها. نحمد ربنا حجنا أحلى حجة ونحمد ربنا أحلى 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 خير. مع بداية أيام التشريق تشرق شمسا جديدة على ضيوف الرحمن يتخلص فيها حجاج بيت الله من ذنوبهم، داعين الله الفوز بالجائزة الكبرى بالعتق من النار، نسأل الله ذلك. من أمام جسر الجمرات بمشعار منى، محمد حلمي، النيل. وللمتابع انضم إلينا عبر الهاتف محمد الخطيب موفدنا إلى الأراضي المقدسة. محمد، انقل لنا الأوضاع الآن في ثاني أيام التشريق.
يعني تحياتي لك في البداية. بالفعل في ثنائيا تطبيق مازال الحجج المصريون يتوافدون على رمي الكاميرات وسط متابعة كبيرة رئيس البعثة المصرية والذي يقوم يعني بشكل مستمر مع رؤساء الباحثات الثلاثة الداخلية وتضامن والسياحة. يعني الحجاج يعني منذ بداية أيام التصوير ووصلوا إلى رمي الكاميرات هناك حالة من الجسر وحالة من السهولة في منطقة رمي الكاميرات طبعا بعد أن طورتها السلطات السعودية الذي يتسع يعني إلى 6 ملايين حاج من خلال 4 طوابق رئيسية كل طابق يعني يرتفع إلى 12 مترا وطوله إلى 6 ملايين. فطبعا يعني هناك حالة ميسرة كبيرة يقوم بها الحجاج بالنسبة لرمي الكاميرات. فيما يخص الحالة الصحية يعني رئيس البعثة المصرية يقوم بشكل مستمر بالتواصل مع المستشفيات ومع الفرق الطبية للاطمئنان على الحالات الحرجة وعلى حالات المصابين داخل المستشفيات، فضلا عن التنسيق الذي تم قبل يعني أداء مناسك الحج للاستعداد المستشفيات من الفرق الطبية ويعني رفع حالة الاستعداد القصوى وارتفاع حالة وارتفاع عدد الأسرة لكي تضم أي من الحالات الكثيرة التي تلجأ إليها المصريين في هذه الأونة. لو تكلمنا على الحالة الأمنية، الحالة الأمنية مستقرة، هناك الأجهزة متابعة من السلطات السعودية لجميع أحوال المصريين من خلال اللجان المتخصصة من خلال جميع البعثات المصرية والتي تقوم من خلال غرفة العمليات بمتابعة دورية لجميع الأسماء ومتابعة هل هناك حالات فقدان أو هناك حالات إصابة أو حالات تدافع. يعني بشكل عام هنا المشهد يسير بشكل مطمئن وشكل يسير. الجميع يعني لديهم أو الجميع يوضعون تحت خطة قوية قامت بها البعثة المصرية والسلطات السعودية لحمايتهم من أي أضرار أو أي تدافع أو أي تصادم. يعني أود أشير أيضا أن الجسر الجوي يعني سوف ينطلق بعد غد يوم أو غدا الأربعاء يوم 14 جسر جوي بين مصر والسعودية لنقل الحجاج وعودتهم مرة أخرى يعني إلى مطار القاهرة. هذا الجسر يكون جوي، بعدها الجسر البري يكون بعدها بيومين، ثم يكون عودة الحجاج تماما إلى أراضيهم إلى مطار القاهرة 28 أغسطس بإذن الله. بإذن الله. أشكرك جزيلا محمد الخطيب مفادنا إلى الأراضي المقدسة. قال صبحي عبد الفتاح رئيس مكتب شؤون حجاج السياحة بالمدينة المنورة إن حجاج السياحة سيبدأون بعد غد الخميس في التوجه من مكة المكرمة بعد أداء مناسك الحج وإتمام أيام التشريق ورمي الجمرات إلى المدينة المنورة لزيارة المسجد النبوي الشريف. وقال مجدي شلبي رئيس بعثة الحج السياحية إن عملية نفرة حجاج السياحة من عرفات إلى المزدلفة ثم منى تمت بنجاح، مشيرا إلى أن المفتشين التابعين لبعثة الحج السياحية يعملون من أجل إزالة أي عقبات أو مشكلات قد تواجه الحجاج. على الرغم من المساحات الضيقة في مشعر منى إلى أن بعثة الحج السياحي استطاعت بكل كفاءة أن توفر كل ما يحتاجه الحجاج من خدمات من خلال خيم قريبة من رمي الجمرات، وذلك لتقصير المسافة على الحجاج والتي تبلغ إلى حوالي أكثر من 3 كيلومترات. الحمد لله الحجاج بخير. احنا النهاردة الحمد لله من الصبحية لغاية الآن موزعين 18 لجنة على 18 مخيم اللي هو المكاتب 18 مكتب. لم تتلقى غرفة العمليات حتى الآن أي شكاوى. الحمد لله رب العالمين، في تتميم دايما باستمرار على الحجاج. احنا في مشعر منى والحمد لله اكتمل وصول الحجاج المصريين كامل لكل البعثات واستقروا في معسكراتهم ومخيماتهم، وزي ما انت شايف كده الدروس الدينية شغالة والحمد لله النفرة كانت على أعلى مستوى. ونشكر السلطات السعودية بصراحة على حسن التنظيم. الحمد لله ما فيش رصد لأي مشكلة حصلت مع الحجاج المصريين بشكل عام وخاصة حجاج السياحة. السنة دي لأول مرة الحج المصري بالكامل بيتم على نظام الرد الواحد، يعني الانتقال من مكة إلى عرفة إلى مزدلفة إلى منى نفرة مرة واحدة وليس على مرتين. وأثنى حجاج بعثة الحج السياحية على الخدمات المقدمة لهم والذي أدى إلى أداء المناسك بكل سهولة ويسر. الله والحمد لله دي مش أول حجة ليا،
أنا طبعا بشكر السلطات المصرية والسلطات السعودية من التنظيم في المطارات في مصر ومن استقبالنا هنا في السعودية ومن التنظيم السنة دي في منى وفي عرفة وفي المزدلفة. بصراحة يعني حاجة مشرفة جدا، والناس دي ربنا يكرمها على كل اللي قدموه للحجاج. الحمد لله كرم من عند ربنا كبير، والحمد لله احنا مبسوطين جدا جدا، وعبال كل الناس يا رب ربنا يكرمهم ويوفقهم برحلة جميلة زي كده ان شاء الله في اجمل مكان. وتعمل لجان البعثة الموزعين في اماكن الحجاج على العمل في حل اي معوقات تعوق الحجاج، سواء كانت من المفقودين او ما يحتاجه الحجاج الى رعاية طبية. إشادة كبيرة بما حققته بعثة الحج السياحي من توفير كافة سبل الراحة والأمان لضيوف الرحمن، بداية من التفويج إلى التصعيد إلى النفرة، وما زالت الجهود مستمرة لإنجاح هذا الموسم بشكل يليق بكل حج مصري. من مشعر منى، محمد الخطيب، النيل. الله أكبر. تواصل وزارة الداخلية جهودها بمشاركة عناصر من الشرطة النسائية تنفيذ الخطط والإجراءات الأمنية لحماية وتأمين المواطنين خلال احتفالاتهم بعيد الأضحى المبارك. ونفذت أجهزة الوزارة بمختلف مديريات الأمن خططا وإجراءات أمنية واسعة النطاق للحفاظ على الأمن والنظام ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها وصورها وتحقيق الانضباط وحماية وتأمين المواطنين أثناء احتفالهم بعيد الأضحى. زحام مستمر أمام دور السينما في أيام عيد الأضحى المبارك يقابله الوجود الشرط المكثف منعاً لأي ظاهرة غير منضبطة قد تحدث، وتواجد مستمر من الشرطة النسائية طوال اليوم أثناء عرض الأفلام في السينمات لمنع أي ظاهرة قد تعكر صفو الاحتفال بالعيد عند المرأة المصرية. فبنقول لأي بنت تنزل ما تخافش من حاجة، تتوجه لأقرب ضابطة لو حصل أي ليها أي إزاي. بنفصل بين الشباب وبين البنات، وبيكون في مكان مخصص للعائلات بحيث ان مفيش حد يكون متضايق ان احنا بنفصل بينه وبين اسرته. مجرد ان هي بتشتكي من ان اي حد بيضايقها احنا بنتحفظ عليه وبناخد الاجراء القانوني تجاهه. الشرطة المصرية بمختلف اشكالها المنتشرة في الشارع المصري ما بين ضباط وافراد اضافة للشرطة النسائية يستهدفون بث الطمأنينة في نفوس المواطنين. بيحسس الواحد بالحماية والأمان طول ما هو في الشارع، وخصوصا واحدة زي معها أطفال أكيد بحس إن الموضوع بيختلف في وجود الشرطة. طبعا الاحتكاك ما بيني وما بين أي ضابط غير لما يبقى فيه واحدة ست، التعامل بيبقى مختلف طبعا وأحسن. طبعا بيبقى أمان طبعا للبنات والمدام، بيبقى ضروري وجود الشرطة السيئة في أوقات الأعياد يعني، خصوصا في أوقات السينمات. والله بنشكرهم على جهودهم إن هم موجودين هنا بيحموا الأسرة المصرية يعني. في كل مكان تتواجد قوات الشرطة لتحقيق عنصري الأمن والأمان للمواطن المصري خلال أيام عيد الأضحى المبارك. أحمد نبيل، التلفزيون المصري. وتواصل الحدائق والمتنزهات لليوم الثالث على التوالي استقبال المواطنين الذين يخرجون للاحتفال بعيد الأضحى المبارك. وتوفد العديد من الأسر على الحديقة الدولية بمدينة نصر للتنزه خلال العيد. توافد عدد كبير من الزائرين على الحديقة الدولية بمدينة نصر في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، وكثفت قوات الأمن من تواجدها بمحيط الحديقة مع انتشار لسيارات الإسعاف والفرق الطبية لمعالجة الحالات الطارئة. الحديقة الدولية من الأماكن المحببة لنا جدا لأن هي قريبة لقلب القاهرة، المسطحات الخضراء اللي موجودة فيها جميلة، الجو اللي فيها متنفس يعتبر بعد الشغل والعمل، فاحنا بنستغل أيام الأعياد ويوم الأجازة بنقدر نحن نقضيه مع الأطفال هنا. ما بنحسش بالعيد غير لما بنيجي هنا لأنها حديقة جميلة والأطفال بيستمتعوا فيها. رحت اتفرجت على المراجية وعملنا حنة وتفرجنا بقى على المكان كله. لعبت لعبة التصادم ورحت دخلت المسرح
ولعبت في لعبة الرعب والجنينة كانت جميلة جدا. بس انت عارفش لعبت في الطول. الجنة عجبتني جدا ودخلت بيت الرعب وعجبني جدا والحديقة دي أحلى حديقة رحتها. لعبت في المرايا واتمرجعت. وسط أجواء عائلية مبهجة تزينت حديقة الأزهر بالأنوار استعداد لاستقبال المواطنين الذين يحتفلون بعيد الأضحى المبارك، بالإضافة إلى الاستعدادات المكثفة من جانب الحديقة لاستقبال الزائرين. طبعا كان في زيادة في الأمن، استعيننا بشركة أمن واستعيننا بشركة نظافة تمام لزيادة الأعداد في الحديقة. بالنسبة لبرنامج الحديقة بيبقى فيه حفلات للأطفال وللكبار، الأطفال بتبقى في ملاعب الأطفال وديت بتبقى من بداية اليوم، وبيبقى فيه حفلات تانية بتبقى موجودة هنا في قدام البوابة الرئيسية مجانا. بيبقى فيه بوابات طبعا داخل الحديقة، زودنا البوابات داخل الحديقة في أكتر من 6 بوابات، زودنا طبعا إكشاك التذاكر علشان سهولة التعامل مع الزائرين والدخول. حالة من الفرحة والسعادة انتشرت على وجوه المواطنين خاصة الأطفال أثناء تواجدهم في منطقة الملاعب والتي وضعت خصيصا لجعلهم يستمتعون بوقتهم. أنا بلعب في الجنينة والملاهي أنا وأخواتي، وبحب العيد عشان بابايا وأخويا بيخرجوني وبنلعب هنا في الجنينة. المراجي حلوة، حتى الزحاليق، حتى السلاسل اللي هي المرجيحة، كل حاجة حلوة هنا. الأجواء جميلة وكويسة، والمكان كويس يليق باسم مصر، ومكان محترم والناس كلها فرحانة فيه. حديقة جميلة والأولاد فرحانة وكل سنة وانتم طيبين. حديقة الأزهر من أضخم حدائق القاهرة الكبرى، تقع على مساحة 80 فدان وتطل على العديد من معالم القاهرة الأثرية، مما يجعلها من أهم الأماكن التي يقصدها المواطنين خلال الأعياد. كل عام وحضراتكم بخير. أندرو كامل، النيل. والمزيد من متابعة الاحتفالات ينضم إلينا عبر الهاتف من حديقة الحيوان بالجيزة موفدنا ومراسلنا رمضان المطعاني. رمضان، بعد التحية وكل عام وأنت بخير، مباشرة أنت معي الآن. يعني المؤشرات تشير إلى إقبال كبير في هذا العيد على حديقة الحيوان، كيف ترصده لنا؟ مباشر. نعم أيمن، يمكن اليوم ثالث من عيد الأضحى، ويعني تظل حديقة الحيوان هي أكثر الجهات التي تستقبل العديد من المواطنين المصريين للاحتفال بعيد الأضحى. منذ الساعة 7 صباحا توافد العديد من المواطنين يمكن خلال اليوم الأول واليوم الثاني من عيد الأضحى. بحسب مسؤولي حديقة الحيوان بالجيزة أن هناك حوالي أكثر من 90,000 مواطن يعني تم دخولهم إلى حديقة الحيوان، ومن المتوقع أن يكون اليوم الثالث أن تزداد هذه النسبة، خاصة مع الاستعدادات التي تليها حديقة الحيوان لاستقبال المزيد من المواطنين لاحتفال بعيد الأضحى هنا في حديقة الحيوان. استعدادات تشمل أيمن يعني زيادة المسطحات الخضراء وزيادة أعداد الأمن، سواء بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة والشركات الخاصة لمنع المخالفات التي تحدث في العيد، وحتى الآن لم تسجل أي مخالفة على الرغم من الأعداد الكبيرة التي يعني حضرت وتوجهت إلى حديقة الحيوان، خاصة مع سعر التذكرة التي لا تتعدى 5 جنيهات وأقل من 5 سنوات فهو يدخل مجانا إلى الحديقة. مظاهر العيد منتشرة في كل أرجاء حديقة الحيوان، سواء من افتراش الأرض لبعض الأسر المصرية والمقاعد الخاصة بحديقة الحيوان، إقبال كبير أيضا من الأطفال على الحيوانات المختلفة التي تجتذب الأطفال، ومظاهر العيد متواجدة في كل الحديقة. نستعرض أيمن بعض الآراء الخاصة من زائري حديقة الحيوان. تعرف بيك؟ عمرو. يقول لي إيه أكتر حاجة عجبتك النهاردة في الجنينة؟ الحمد لله كل حاجة حلوة، مفيش حاجة وحشة. قول لي ايه اكتر حيوانات عجبتك النهارده؟ الاسود. الاسود، تحب الاسود انت؟ بس هم معناهم كانوا نايمين شويه بس حلوين. ماشي. تعرف عليك؟
أيمن لويس. أستاذ أيمن، لو اتكلمنا عن حديقة الحيوان في عيد، هي قبلة لكثير من المصريين اللي موجودين، بتستعد ازاي للخروج وليه بتحب تيجي الجنينة، وايه التطوير اللي شاهدته مختلف في السنة؟ هو بصراحة الجنينة حلوة، الواحد في العيد بيحس بالفرحة مع الحباب والأهل والأصحاب والأقارب، وبنعيد على الشعب المصري كله، بنقول له كل سنة وكل الشعب المصري بخير وسلام بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وعلى شعبنا الحبيب كله، وعلى سيادة الرئيس، وعلى جيشنا الحبيب. وجنينة الحيوانات جميلة جدا، فسحة حلوة، الواحد يعني بيشوف خاصة مع الأطفال والأحباب، وتبقى فسحة حلوة طبعا وجميلة، ويشوف يعني كل شيء حلو. أشكرك أستاذ أيمن. ناخد رايح حضرتك صون طيب. طيب حضرتك، اللي لاحظت إيه بقى التطوير في الجنينة بقى آخر مرة جيت إمتى، وقول لي إيه اللي لاحظته المرة؟ من السنة اللي فاتت أنا جيت السنة اللي فاتت. السنة دي اتطورت الجنينة خالص في مكانها وفي شكلها، المكان بيحلو خالص يعني بصراحة ممتاز. كان أخضر كواسع، كهوا نظيف، ك لمة حبايب كده، حلو خالص ممتازة. شايف بالنسبة للأمن في الحديقة، شايف أي مشاكل في أي حاجة ولا الدنيا مسيطرة؟ لا طبعا ممتازة جدا، السنة دي منظمة جدا كبوابة وكدخول وكطرق والأماكن حلوة خالص بصراحة. شكرا جزيلا. معنا أي بعض الأطفال، وهم الحقيقة هم أبطال المشهد معانا. تعرف عليك بسملة. ليه يا بسملة بتحب تيجي الجنينة حديقة الحيوان ليه؟ عشان بنتفسح فيها بصراحة. مجينا المرة اللي فاتت بتوضب يعني كل حاجة فيها حلوة، بحب الفيالة كل حاجة فيها جميلة بصراحة. تعرف عليك، تعالى كده شيل الكاميرا عشان تظهر، اسمك ايه؟ سعيد. سعيد، قول يا سعيد بتحب ايه في الجنينة؟ بحب كل حاجة حلوة بصراحة. لعبت بقى في الألعاب وكده؟ ايه اكتر حاجة عجبتك في الحيوانات؟ الجمل والأسود، هي كانت حلوة بس نايمة كده. ناخد معانا بقى آخر بطل معانا، اسمك ايه؟ اسمي خالد. قول لي يا خالد تحب تيجي الجنينة ليه؟ عشان فيها الأسد الجميل، وفيها الزرافة، وفيها الدب الحلوين، وفيها العصافير. شكرا. كل سنة وانتم طيبين. كان أيمن شايف الإقبال متواجد معانا من الأطفال ومستمتعين في عيد الأضحى بمختلف المزايا التي تقدمها حديقة الحيوان، سواء على مستوى الألعاب الترفيهية أو على مستوى المساحات الخضراء أو على مستوى القطار الخاص بالأطفال الذي يجوب أغلب مناطق حديقة الحيوان. إليك أيمن. شكرا جزيلا رمضان على هذه المتابعة. والحقيقة الأطفال الجمال اللي معاك يعني سجلوا ملاحظة تتعلق بأنهم شافوا الأسد نايم، وياريت يكون في حل عند حديقة الحيوان المشهد ده، أو أن الأطفال يتعلموا إزاي ثقافة التعامل مع الحيوانات. بشكرك شكر جزيل. موفدنا إلى حديقة الحيوان بالجيزة رمضان المطعان. ذكرت وزارة الخارجية في بيان لها أن المشاركين في الاجتماع الذي استمر على مدار يومين بالقاهرة بين قوى الحرية والتغيير ومن ضمنها الجبهة الثورية، قد تبادلوا الآراء واتفقوا على عرض ما تم التوصل إليه على قيادة تلك القوى بالخرطوم. وأوضحت الخارجية المصرية أن استضافة القاهرة للاجتماع جاءت بغرض تحقيق السلام في السودان، وقضية رئيسية تهم جميع الأشقاء في السودان، ودعما للوثيقة الدستورية المقرر التوقيع عليها في 17 من الشهر الجاري. وتؤكد مصر على مواصلة اتصالاتها مع الأشقاء في السودان ودول الجوار للسودان والإقليم من أجل تحقيق السلام والاستقرار هناك، ودعم الحكومة السودانية الجديدة في سعيها لتحقيق تطلعات الشعب السوداني الشقيق. في اليمن تصدت قوات المقاومة الجنوبية والحزام الأمني لهجوم شنته ميليشيا الحوثي الانقلابية في وقت مبكر من صباح اليوم باتجاه منطقة يافع التابعة إلى محافظة اللحج في جنوب اليمن، انطلاقا من محافظة البيضاء. تزامنا شنت قوات الجيش اليمني بدعم من تحالف دعم الشرعية هجوما عنيفا على مواقع ميليشيا الحوثي الإرهابية في جبل النار بمديرية باقم بمحافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها بشمالي البلاد. وتمكنت قوات الجيش من السيطرة على مواقع جديدة بوادي العريض.
وللمتابعة انضم إلينا هاتفيا الأستاذ جمال باراس رئيس تحرير موقع اليمن العربي. سيد جمال، في رأيك موقف، أهلا بك، موقف ميليشيا الحوثي الآن خاصة بعد شن قوات الجيش اليمني هجوم عنيف على مواقع لهذه الميليشيات الإرهابية في جبل النار بمديرية باقم، وهو معروف أنه معقل رئيسي لميليشيا الحوثي؟ بالطبع تأثير العمليات اليوم تأثير كبير على الحالة المعنوية من جانب في داخل أنفس الحوثيين، وأيضا على القوة المادية والقوة التي يمتلكوها، وخاصة وأن استهداف هذه المنطقة هو استهداف ليس فقط لكسر معنويات الحوثي وفتح الطريق الدولي إلى المملكة وتأمين الحدود مع المملكة العربية السعودية، ولكن أيضا أود أن أشير إلى أن مفاجأة اليوم هو أن هناك كانت حشود حوثية على منطقة يافع، وهناك شبه اتفاق بين بعض العناصر للأسف بتسليم بعض المواقع في محافظة القيضة، مما مهد إلى أن تكون منطقة يافع مفتوحة، ولكن هناك تصدي من رجال المقاومة، وأيضا معلومات واضحة كانت حول المواقع هذه أدى إلى التنسيق مع قوات الجيش بالضغط عليهم في جبهة صعدة حتى يدركون أنه أي تقدم في اتجاه المحافظات الجنوبية سيكون بالمقابل أمامه المزيد من التصدي. وأعتقد أن الهجوم اليوم في محافظة صعدة سيجعل الحوثيين يعيدون الحسابات، وخاصة بعد فشلهم في خلال الأشهر الماضية في الدخول إلى الضالع، واليوم المحاولات أو الخطط التي تم وضعها لمحاولة اقتحام المحافظات الجنوبية عن طريق يافع، عن البيضة يافع، محور البيضة يافع، أعتقد أن هذا أيضا سينوله الفشل. والهجوم اليوم هو لتأكيد أن قوات الجيش الوطني ما زالت على قدرتها وعلى إمكانياتها، وستستطيع التصدي للهجمات وأيضا المزيد من التقدم والمزيد من تحرير المزيد من المناطق، وخاصة وأن منطقة صعدة المهاجم عليها اليوم والتي تم بالفعل تحقيق انتصارات وتطهير بعض المناطق الجبلية منها، أعتقد أن هذا إشارة قوية للحوثيين بأن أي محاولة منهم لتشتيت القوى أو محاولة للدخول إلى المحافظات الجنوبية سيكون أمامها التصدي والصد. أشكرك أستاذ جمال باراس رئيس تحرير موقع اليمن العربي. وفي سياق متصل، صرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي بأن انتصارات الجيش اليمني أربكت قيادات الميليشيا الإرهابية التي تسعى لاستخدام إعلامها المضلل وأذرعه الخفية لتسويق الأوهام. تمكنت القوات الأمنية العراقية من تدمير مقرات لتنظيم داعش في عملية دهم وتفتيش في محافظة الأنبار، وأفادت مصادر بأن قوات أمنية مشتركة وخلية الصقور نفذتا عملية دهم وتفتيش في مناطق الكعرة والويزة والهدرة في الأنبار، أسفرت عن العثور على مقرات تابعة لداعش تم تدميرها بالكامل. كان مصدر أمني عراقي في جهاز مكافحة الإرهاب قد أعلن أمس مقتل 10 عناصر من تنظيم داعش الإرهابية واعتقل 6 آخرين في محافظتي ديالى والأنبار. يعقد اليوم مجلس الشيوخ الإيطالي جلسة عامة للبت في الخلاف حول موعد التصويت على طلب سحب الثقة من الحكومة بعد تأييد الأغلبية قرار الاستماع أولا إلى بيان رئيس الحكومة. وأعلن رؤساء الكتل البرلمانية عقب اجتماعهم بحضور الرئيس المجلس عدم التوصل إلى الإجماع اللازم لدعوة المجلس المغلق في عطلته الصيفية للانعقاد في جلسة خاصة للتصويت على طلب حزب الرابطة بسحب الثقة من رئيس الوزراء جوزيبي كوندي. أطلق الرئيس الأفغاني محمد أشرف عبد الغني سراح 35 سجينا من حركة طالبان المسلحة في سجن المديرية الوطنية للأمن بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك في بادرة سلام من الحكومة الأفغانية للمساعدة في دفع عملية المصالحة قدما. من ناحية أخرى، لقي 8 مسلحون ينتمون لحركة طالبان مصرعهم خلال عملية استهدفت تدمير مركز تدريب للانتحاريين نفذتها القوات الخاصة الأفغانية في أقليم لوغار وسط أفغانستان.
وأشارت مصادر أمنية أفغانية إلى أن مسلحي طالبان كانوا يستخدمون المركز أيضا كمكان لتخزين الأسلحة والذخائر والمتفجرات. متواصلون مع حضراتكم في هذه البانوراما، وفيها بعد أنباء الاقتصاد إلغاء كافة رحلات المغادرة من مطار هونغ كونغ بعد استئنافها صباح اليوم حركة الملاحة اليوم. نتحول الآن إلى الأنباء الاقتصادية. الأخبار الاقتصادية مع عبير شوشة، تفضلي عبير. شكرا إيمان وأيمن، أهلا بكم مشاهدينا. هذه أخبار الاقتصاد وأهم ما فيها. وزارة السياحة تطلق أول فيلم عالمي لحملة للترويج السياحي لمصر بشكل عصري. أهلا بكم. أطلقت وزارة السياحة أول فيلم ترويجي لحملة أطلق عليها اسم People to People، الذي أنتجته الوزارة بالشراكة مع أحدى الشركات العالمية بهدف تسليط الضوء على التنوع الذي يتمتع به الشعب المصري وخلق تجربة سياحية فريدة للسائح، حيث يقدم الفيلم لقطات متنوعة تعرض الأماكن الأثرية والسياحية وجوانب من الثقافة المصرية والطعام المصري والأنشطة الكثيرة. وذكرت الوزارة أن تلك الحملة هي إحدى ركائز محور الترويج والتنشيط ببرنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة، حيث تعتمد على المحتوى المعاصر والأدوات التكنولوجية الحديثة في التصوير. كما لفتت الوزارة إلى أن الحملة موجهة أيضا للشعب المصري للتأكيد على السلوكيات الإيجابية التي تعكس روح الضيافة والترحاب بالسائحين. قالت وزارة البترول إن متوسط إنتاج الزيت الخام والمتكثفات يبلغ حاليا حوالي 630 ألف برميل يوميا، ومن المستهدف أن يصل إلى حوالي 690 ألف برميل يوميا في نهاية العام المالي الحالي. وأضافت الوزارة أنه يتم حاليا تنفيذ برنامج عمل لزيادة معدلات إنتاج مصر من البترول، والتي تفتح آفاقا جديدة لتحقيق المزيد من الاكتشافات لتحقيق طفرة في إنتاج الزيت الخام. يعالج المغرب مشكلة التصحر وتلوث المياه عن طريق تربية الأسماك، ويقوم مركز رأس الماء لتربية الأحياء المائية بتربية ملايين الأسماك التي توضع بعد ذلك في بحيرات وأنهار المنطقة، ما يساعد في تحسين نوعية المياه. هنا في محطة تربية الأحياء المائية التي تعرف باسم رأس الماء، يوجد حوالي مليوني سمكة من نوع التراوت وأنواع أخرى من الأسماك المختلفة مثل الكراكي والبولتي والسلمون، ويتم تربية هذه الأسماك لتزويد المنطقة بالغذاء ولإعادة ملء البحيرات والأنهار المحلية بالأسماك. إذا معنى نقول بأن المركز أساسا يعتني بتربية الأسماك وكذلك تتمين المنظومات المائية المتواجدة عبر التراب الوطني. وتحتوي الأحواض الأكبر على أسماك التراوت القزحية التي تتراوح أعمارها بين 3 و6 سنوات، بينما تحتوي الأحواض الأصغر على أسماك الزريعة والأسماك الصغيرة. بالنسبة للتغذية ديال الأسماك تتكون عن طريق واحد شبيهة بواحد المكملات غذائية فيها نسبة ديال البروتينات والدهنيات، أحماض أمينية، سكريات، فيتامينات، وهذا النسب هذه تختلف من نوع من كل حسب الأنواع الأسماك. ويتم تغذية الأسماك الكبيرة مرتين في اليوم، وتغذى بغذاء متوازن، وبمجرد إخصاب البيض يتم إرساله إلى المركز الوطني للأحياء المائية، حيث يتم وضعه في مفرخ لمدة 3 أشهر. مهمة هذا المختبر هي قياس المؤشرات الكيميائية والفيزيائية، خاصة درجة الحرارة والأكسجين المذاب ودرجة الحموضة، لمعرفة جودة المياه المستخدمة لاستزراع السمك، وفي الوقت نفسه جمع عينات من المياه لاستكمال التحليل في هذا المختبر. ومنذ عام 1957 بدأ المركز الوطني للأحياء المائية في تربية كميات كبيرة من الأسماك، بالإضافة للمساعدة في مكافحة إزالة الغابات بإقليم إفران بالمغرب.
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اتساع عجز الميزانية إلى حوالي 120 مليار دولار خلال شهر يوليو الماضي، مدفوعاً بالزيادة في الإنفاق على الرعاية الصحية والدفاع. وقالت الوزارة إن حجم الإنفاق الفيدرالي في يوليو الماضي بلغ 371 مليار دولار، بينما بلغت الإيرادات 251 مليار دولار. يشار إلى أن الوضع المالي للحكومة الأمريكية قد تدهور منذ عام 2016 بسبب الشيخوخة السكانية التي أدت لاعتماد المزيد من المواطنين على برامج الرعاية الصحية. أعلنت وزارة التجارة الصينية أن الاستثمار الأجنبي المباشر القادم للصين نما بنسبة 3.6% على أساس سنوي ليصل إلى 78.8 مليار دولار خلال الفترة من يناير ويوليو 2019. وذكرت الوزارة أن الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفع بنسبة 8.7% خلال شهر يوليو الماضي ليصل إلى 8.1 مليار دولار. إلى أداء العملات الأجنبية، حيث ظلت العملة اليابانية قرب أعلى مستوى في 7 أشهر اليوم، كما ارتفع الدولار الأمريكي في الوقت الذي يسود فيه القلق بسبب الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة واندلاع الاحتجاجات في هونغ كونغ، ما يدفع المستثمرين للسعي إلى الملاذات الآمنة. واستقر الين عند 105.32 للدولار، بينما تراجع اليورو 2.1% إلى 1.11 دولارا، وهبط الجنيه الاسترليني 2.1% إلى 21% دولار قرب أدنى مستوياته في أكثر من عامين، مع هيبنة المخاوف من انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي دون اتفاق على التداولات. أظهرت الإحصاءات الألمانية تقلص صادرات ألمانيا إلى إيران بمقدار النصف تقريبا خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، وذلك بسبب العقوبات الأمريكية على طهران. وحسب معطيات هيئة الإحصاء الاتحادية الألمانية، فإن الصادرات الألمانية تقلصت بنسبة 48% خلال الفترة من يناير حتى يونيو 2019 ليصل حجمها إلى 678 مليون يورو. وتشير البيانات أيضا إلى انخفاض الصادرات الإيرانية إلى ألمانيا بنسبة 43% إلى 110 ملايين يورو خلال الفترة نفسها. مشاهدينا، انتهت أخبار الاقتصاد، وأعود مرة أخرى إلى أيمن وإيمان. إليكما. شكرا جزيلا. شكرا لك عبير. لك عبير. عبرت مفوضة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة الثلاثاء عن القلق إزاء استخدام القوى ضد محتجين خلال تظاهرات حاشدة في هونغ كونغ، ودعت إلى تحقيق حيادي. يأتي هذا في حين قامت السلطات في مطار هونغ كونغ الدولي بإلغاء كافة الرحلات المغادرة من المطار، وحثت المسافرين على مغادرة مباني المطار قدر الإمكان. جاء ذلك عقب اقتحام المتظاهرين ساحات المطار لليوم الثاني على التوالي، ومنعهم للمسافرين من الوصول إلى ساحة المغادرة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تويتر إنه يعلم الكثير عن الانفجار الغامض الذي وقع الخميس الماضي في قاعدة عسكرية بروسيا وأسفر عن مقتل 5 أشخاص. وأكد ترامب أن الولايات المتحدة تمتلك سلاحا مشابها لذلك الذي كان يرجح أنه وراء السبب الانفجار. وبحسب خبراء أسلحة أمريكيين، فإن الانفجار مرتبط على الأرجح باختبارات لصاروخ يعمل بالطاقة النووية، وهو أحد الأسلحة الجديدة التي وصفها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في بداية العام بأنها لا تقهر. أعلنت الهيئة الفيدرالية الروسية لحماية النقل الجوي أن مساحات حرائق الغابات في مناطق سيبيريا بدأت في التراجع لأول مرة منذ أسابيع، حيث تقلصت مساحة الحرائق بنسبة 6%. كانت وزارة الطوارئ الروسية قد أعلنت أن فرق الطوارئ تمكنت من إطفاء 63 حريقا اندلع أمس الأول في مناطق متفرقة من غابات البلاد، وذلك باستخدام حوالي 1.3 طن من المياه. جدير بالذكر أن مساحة حرائق الغابات في روسيا وصلت إلى أكثر من 2.7 مليون هكتار، أي بزيادة بنسبة 12% عن العام الماضي، في حين تم فرض حالة الطوارئ في 4 أقاليم روسية. ومشاهدينا، في الختام هذه عناوين الأخبار.
حجاج بيت الله الحرام يواصلون رمي الجمرات في ثاني أيام التشريق. قوات الجيش اليمني تتصدى لهجوم حوثي باتجاه منطقة يافع بمحافظة لحج. جلسة عامة اليوم لمجلس الشيوخ الإيطالي للبت في خلاف حول موعد التصويت على طلب سحب الثقة من الحكومة. ختام بانوراما النيل. إلى اللقاء.